السلام عليكم واهلا وسهلا فيكم يا حلوين، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير والصحه وعافيه رب. فيديو اليوم صورته لمكان اللي هو ملك تنين الظلام او تنين الظلام العملاق. راح اوريكم وين مكانه وطريقه الدخول له، لكن لازم جلتش اللي هو جلتش تشبي. ف حاليا لازم نروح المكان الموسم، وقبل ما نروح لازم نلبس اللي هو قناع تشبي. طيب أنا حاليا في مكان الموسم، فلازم أروح عند البرج الطبي. فهنا بالضبط عند المكان راح احاول ادخل في الاسفل عن طريق اللي هو جلتش قناع تشيبي. الحين استخدم الجرعة. شفتوا المجسم الدائرة اللي هناك؟ هناك بيتواجد فيه ملك تنين الظلام، راح نغوص له. هذا هو، نقدر نتصور جنبه، ولعلمكم بجانبه بيوجد اللي هو تنين ظلام صغير وانتبهوا منه. وأيضا حتى أنبهكم هذا المكان ما له مخرج أبدا، فطريقة الخروج نرجعهم. أكرر حتى نخرج لازم نرجعهم. Thank you.
وفقط هذا الفيديو اليوم تعلمتكم وين مكان ملك 80 الظلام عن طريق كلتش اتشيبي، واتمنى لكم يوم لطيف واشوفكم على خير. السلامة.